في شخص اليوم حبت تقولي له ما سامح ثاني انقهر لان العشره اللي بيناتنا يعني اعتبرها راحت حرامات. انت نفسك ما تودين عائلتك يحضرون مسرحيه؟ يعني الممثل مالتنا يعني ياخذ فلوس كومبارس عندهم او ممثل ثانوي جدا عندهم. الفنان العراقي اجمل فنان. نشوف حاليا الناس بالوسط ما يستاهلون. جبروت يحب دائما انه يسلط هو على كل شيء بالمرأة يعني. والدتي الله يرحمها زرعت بي حنان يمكن ما موجود بالدنيا كلها.